يا صباح الخير عن جديد. وصلنا لأولى فقراتنا معكم لليوم، الفقرة الغذائية اللي رح نحكي فيها عن أبرز المعلومات اللي بتهم الصحة وبتنوه على الأغذية الصحية المفيدة لجسمنا، بالإضافة للتطرق على مواضيع يعني مرضية ممكن نعالجها عن طريق الطعام الصحي. يعني نحن شو بناكل أكيد رح يأثر هذا الشيء على جسمنا وعلى جهازنا العصبي وعلى صحتنا بشكل عام. تماماً، دوماً بقول أنت ما تأكل أنت ما تتناول، فطبيعي لما ناكل أكلات غلط أو نأسس بغذائنا لحياتنا المستقبلية وكبرتنا بتأسيس خاطئ ما رح يخدمنا جسمنا لا سمح الله. من الموضوعات المهمة بالفترة الأخيرة انتشرت مرة جديدة مع أنه كانت قديماً يحذر منها هي هشاشة العظام. اليوم بفقرتنا رح نحكي عن كيفية علاج هشاشة العظام أو الوقاية منه عن طريق الغذاء الصحي، ونعرف أسبابه وطرق علاجه وتفاديه. تفاصيل وأجوبة كثيرة رح نعرفها مع الدكتورة ثواب الغبرة، اختصاصية بالتغذية. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا دكتورة. يعني بدنا نحكي عن موضوع شاسع وواسع، وكثير في أشخاص اليوم ما بيعرفوا يفرقوا بين هشاشة العظام وبين الأراضي اللي عم بتصير معهم. يعني اليوم هيك في كلمة كثير منقولة، بس إذا حدا طرقت إيده بشيء والله وجعته، إيه ما هي هشاشة عظام؟ هي كلمة معقدة، فبدنا أنت تشرحي لنا شو يعني هشاشة عظام بالتحديد؟ هلأ المرض الصامت يعني هن المعروف هذا، هلأ كتير صار في وعي في هذا، بس هو أنا مو جاي اليوم أحكي إنه هشاشة العظام الخطأ الشائع فيه إنه هو مرض نقص كالسيوم أو تثبيت فقط كالسيوم أو هالأمور. هو مرض عبارة عن مرض ضعف بالتراص الخلايا العظمية. يعني مو علاجه أساساً إني سف حبات كيلس ولا إني هالأمور هي. كتير نحنا المفهوم الشائع للعلاج تبعه في كتير غلط علمي، يعني هو عبارة عن تراص الخلايا العظمية. هاي الخلايا العظمية إذا تفككت أو أي شيء عندك يا صار تخلخل بها الخلايا، هاي صار في عندي مشكلة فظيعة بهالقصة، دخلت الفراغات. يعني أحيانا تكون نسبة الكالسيوم كتير صح بالعظم، لكن الترابط بين الخلايا العظمية تبعها أبدا فاشل. لذلك هي مو حلو أني أنا أرجع أقول أني فقط أعتمد على مكملات الكالسيوم. يعني حتى بدي أشوف أنا كيف قديش عم يروح من الكتلة العظمية اليومية بجسمي. الأمور العضلية شو حالة فوق هاي الخلايا العظمية. تماما كيف بدي شبه انه في هيك سكره والغلاف تبعها مخلخل، تمام. انا وقت برص بطريقتين متعاكستين، يعني هلا بدنا نحكي كيف انه انا اقوي العضله اللي فوق المفاصل. المشاكل اللي صارت هلا عنا اياها، هلا انتشرت مع عمليات الجراحه تبع تغيير المفصل، كيف صحيح. اني انا اقوي العضلات فوق المفصل بحيث اني انا خلي جسمي يتقبل هذا مع البنية العضلية تبعي والبنية العصبية لهذا المفصل الجديد والعظم اللي هو ملاصق لهذا المفصل الصناعي. فهاي الأشياء كلها إن شاء الله جاي نحكي عليها اليوم. تمام. فإذا نحن قديش عنا بالمليمتر المكعب خلايا عظمية متراصة وقديش ما عنا؟ هذا الموضوع بيدخل كتير بموضوع هشاشة العظام. يعني بتحسي النسيج العظمي فراغات. صار فراغات ما فيه خلايا. exactly. طب نروح لموضوع تاني، ليش في ناس بيصير معهم هيك وناس بسم الله ما شاء الله عليهم بيصير عمرهم 60-70 سنة ولسه هنن بنيتهم العظمية نوعا ما جيدة؟ بسبب نظام حياتهم. يعني الإنسان اللي يحافظ على بنيته العضلية بعمره لا يصاب بهشاشة عظام، حتى لو كانت التاريخ الوراثي بعائلته عندها القصة. الفكرة الثانية كيف إني أنا مثلاً في عنا مثلاً مشاكل وقت بلغت الأنثى مثلاً فوق 60 أو الرجل فوق 70 وأنا حاسس في مشاكل توازن هالأمور، هي كيف راعي أمور الأشياء اللي ما عرض حالي لوقع على هالأمور هي كلياتها؟ لأنه أي كسر أي جمود بالحركة العضلية بيخلي هاي الهشاشة تتطور بأضعاف مضاعفة عن السبب الذي أدى إلى حدوث ذلك. إني أنا وازن أموري بحيث إني أنا حافظ على حركتي، حافظ على إنه مثلاً أنا فقدت الحركة مثلاً بحركة الصلاة تبع هي، حاول إني رجع هاي الحركة المفصلية لإلها. صار في عنا كسر لا سمح الله، في عنا إعادة ترميم أو إعادة تأهيل العضلة بعد عملية أي كسر، حتى الهشاشة بعد عمليات الكسور الشديدة اللي قعدوا فيها بالجبيرة تقريباً 3 شهور بحاجة لهي القصص، لأنه العظم اللي حوالين الكسر بحاجة تعرض هلأ لقلة حركة بالعضلة. فلذلك هاي الأمور هاي كلها إن شاء الله هلأ نحكي وصفاتها بالسريع.
فكرة أسباب كتير معروفة، انقطاع الطمس الشهري، مشاكل الغدة الدرقية لأنه في هرمونات يعني هي المسؤولة عن سحب الكالسيوم من الدم وضعه بالعظم. في مثلا عند الاستروجين نقص فيتامين د، الفكرة الأساسية كلياتنا بنعرف هي الأشياء إمتى نصاب فيها، لكن هلأ الوصفات المهمة للهشاشة حنستعرضها بواحد اثنين ثلاثة وعلى السريع بإذن الله تعالى. هلأ حنبلش أول شيء لمريض الهشاشة. هلأ أما كلياتنا بنعرف إنه مرض صامت ما بنحس عليه إلا لا سمح الله صار أي شيء فيه الخلل، وأكثر شيء يخاف عليه هو منطقة الرابعة خامسة قطنية ومنطقة عظم الفخذ اللي هي قريبة من المفصل الحوضي. فهذا القصة هي كلياتها في حال حسينا في مشاكل عدم توازن، حسينا الأمة صارت تبعنا تعبانة، هالأمور هي أول ما يقال له بهالقصة تقوية عضلات الساقين يعني عضلات الظهر. دكتورة إذا بدنا نختصر الأعراض تبع هشاشة العظام، شو هي هي الأعراض يلي بتدل على أنه في مشكلة بالعظم نحن بحاجة لمراجعة مختصة؟ انخفاض عزم الأمة الحيل، يعني هلأ أنا ودي أقوم عندي إياها من دون ما أتمسك بشي، هذا دليل في عصب عم يحمل العضلة المرافقة صحيح. للعظم تبعي. فأنا إذا قمت من دون أي شيء بدون أي استناد أنا في عندي بنية عظمية وعضلية متجانسة مع بعضها، تمام؟ كل ما أنا بلشت استعين بشيء استند عليه أو هالأمور هي كلياتها ببلش أنت بتعرف أنه بلشت العضلة تضعف على العظم اللي ماسكته. تمام. هلا منين نحن كانوا اهل اول الحمامات كلها تبعنا بالشكل العربي، هلا كلها صارت عندك اياها ببين معه الانسان القرفصاء والأومي. فمو غلط انه انا استند على شيء، لكن اول شيء عندك يا بلش اني اتدرج بحركات رياضيه ان تقوي لي قومه المفاصل عندي اياها مع العظم. اي الام حوالين العمود الفقري باسفل الظهر، الرشفة لا مو بالشرط تكون عندي شيء مشكلة هشاشة، لأنه أحيانا فرط نشاط عندك إياها أو فرط نشاط بعض فيتامينات، مرض السكري، هالأمور هي كلياتها ممكن كلها تعمل هيك، رغم إنه مرض السكري كثير في احتمال يتعرض فيه مريضنا فيه إلى هشاشة، لأنه بدنا ننتبه من أحد أسباب الهشاشة هي القصة هي. هلا الفكرة الأساسية اللي بدي هي برجع بقول كيف إنك بدك تقومي هالأمور، ما استنى مثلا لا سمح الله أي طرقة أي رضة، الأمور هي اللي أكشف عليها. بعد سن الـ50 للإناث لازم تشيك على عظمة، مو بالشرط انه تروح تقيس الهشاشة اذا كان ما في مشكلة. العزم العصبي في اسمه شيء اسمه درجة قوة عندي عزم العصب، هي كثير بتعطي شيء قوة لشيء اسمه مكافحة مرض الهشاشة. هلا الانسان اللي بيمشي 40 دقيقة يوميا بمعدة فارغة كثير حمى حاله من شيء اسمه هشاشة عظام عريق، يعني معدة فارغة. أنا بحب المشي على المعدة الفاضية أقوى لشيء اسمه قوة عصب عضلي تمسك عظم تماما. نعم. فهذا كثير بيحس الواحد حاله براحة وبيحس حاله أنجز فيه لهذا المشي. هلا بغض النظر عن مشاكل زيادات الوزن والهي، في كمان مرض اسمه الروماتايد. هذا الروماتايد بياكل العظم أكل مثل ما بياكل السوس الخشب، مثل الجرجرينة يعني بس بالعظم، بيعمل فراغات رهيبة بالهي خاصة بالمناطق المفصلية. وفي عنا نحن هشاشة بساق العظم، في هشاشة بمشاشة العظم وبمنطقة المفصلية اللي هي ناحية المفاصل واللي هي أخطر ما يمكن على المفصل، لأن المفاصل هي بتتعرض لقوة ضغط أكثر بكثير وحركة أكثر بكثير من منطقة الساق والساق العظم عنا يعني. هلأ الفكرة اللي بدي أقولها عنها كتغذويا، أهم شيء الإنسان يركز على شيء اسمه مرق العظم. مرق العظم هو أفضل غذاء لشيء اسمه مرض الهشاشة. مكملات الكلس كتير أنا ما بشجع عليها، لأنه هي عبارة عن فوت الكالسيوم بطريقة أملاح لا عضوية. في فرق بين الكالسيوم يفوت عندي بطريقة عضوية وفي فرق بين يكون لا أملاح لا عضوية. الفكرة الأساسية إنه وقت بيفوقون بملح بيأذي الكلاوي بيترسب بالدم، قدرته على التثبت للخلايا العظمية جذبه للخلايا العظمية بتكون أقل. أما أنا وقت فوته عن طريق بيض أو عن طريق جبنة أو عن طريق أرمية الخس أو عن طريق هالأمور هي كلياتها أو عن طريق مص اللبن أمصال اللبن، عندك يا أنت شرختي الكالسيوم من جزءه العضوي فبيروح بيدور على الأشياء اللي هي خلايا العظمية إنه يثبت فيها عليها. هلأ الشيء اللي بيهمني أمره أهم هرمون عندي بيثبت الكالسيوم على العظم بعد فيتامين د هو الاستروجين، والاستروجين
التدخين هو لكلا الطرفين، للجنسين الذكر والانثى، ويغض النظر انه هو اعلى بالاناث. وقت انقطاع الطمس الشهري انخفاضه الشديد ببلش عنا بدنا نحاول مكملات الاستروجين الطبيعيه اللي مثل الميراميه، اللي مثل السمسم، اللي مثل هدول مركبات الصويا الامنه، مو بشكل عالي، خاصه اذا انثى عندها تاريخ مرضي. لكن سرات الثدي انا ما بحب مركبات الصويا ابدا بعد سن ال40. احماض الاوميجا كثير مهمه. هلا في عنصر كثير بيغفل عنا، هو عندي اياه عامل عنصر اسمه البور. هذا البور هو بعباره عن مثل كيف بدي اقول لك الاسمنت بين الخلايا العظميه، بيعمل عمليه الطراس بين الخلايا العظميه. نعم. هذا موجود بالوريقات الخضراء، موجود عندي اياه كمان بشيء اسمه، هلا نحن عندنا القرنبيط وعندنا الافوغا، بس نحن الافوغا ما كثير منشور ببلادنا. فبس نحن عندنا الزهره والقرنبيط موجوده جدا بهذا الغذاء. الفكره اللي بيهمني امره، زيت الزيتون بيعطي مرونه للعظم. أنا لا تكن قاسيا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. المرونة العظمية من أهم الأشياء اللي تكافح هشاشة العظم، فما بيتعرض الإنسان لشيء اسمه الهشاشة على مدى تقدم عمره. هي موجودة بزيت الزيتون وفيتامين إي. شيء ثاني فيتامين كي عندي إياه كثير رائع، عندي إياه لشيء اسمه والمغنيسيوم لمنع أو مقاومة الهشاشة، موجودة بالسبانخ والأوراق الخضراء مثل الخس. الخس رائع، مادة رائعة هي وأرميتا لشيء اسمه مكافحة العظم. برجع بقول مرونة وشيء اسمه قوة عضلة فوق العظم. عندي يا صار في عندي يا طراس خلايا عظمية، حمينا حالنا لفترات طويلة. هلأ اللي بيهمني أمره كلياته كمان إن نعطي وصفة إذا إنسان تعرض لتبديل مفصل، لأنه بيتعرض لتهشش بالنسيج اللي حامل المفاصل، وبدي إياه يتأقلم مع المفصل الصناعي اللي هو صار جديد. أهم مادة له هو عندك بفترة بعد ما عملية تغير المفصل، مرقة شوربة العظم عندي إياها، إن كانت غنم، إن كانت عندك يا بقر أو دجاج حتى، يعني أنا بدي مادة كولاجينية صح. الفكرة الثانية في مادة اسمها لبان الذكر، ترمم وترفع مناعة المفاصل وتأقلم المفصل الصناعي مع العظم اللي هو موجود بالجسم. هاي المادة رائعة لتقليل نسبة الالتهابات حتى يتقبل الجسم هذا المفصل المعدني الجديد الموجود عليه حاليا. فهي مادة اللبان تقلل من حالات التهاب المفاصل الصناعية مع الخلايا الجسمانية الموجودة بالجسم. الشيء اللي بيهمني أمره مكافحة أي التهاب روماتايدي. الحرارة تعمل خربطة مناعية جدا بجسم، خاصة مناطق المفاصل. الجهاز المناعي إذا نشط بغير أوانه بياكل السائل المفصلي، والسائل المفصلي من أهم الأشياء التي تحمي الحافظة المفصلية. فكتير بيهمنا نحافظ على مرونة المفصل، عدم ارتفاع الحرارة بدرجة إذا أي التهاب عارضنا فورا خوافض حرارة، لأنه أي حرارة تستمد لارتفاع معين بتاكل من السوائل المفصلية وبتاكل من الأغذية العظمية. الشيء الثاني الحامل، الحامل عندها قدرة على التعرض للهشاشة بنسبة عالية، لأنه بين فترة الشهر الرابع للسادس يسحب الكالسيوم من أسنانها ومن عظمها. لذلك أهم شيء لإلها تحافظ عليه هو أمصال اللبن. مص اللبن بيرفع عندي نسبة الكالسيوم بالدم بطريقة صح، وفورا البيبي بيتغذى على هذا الفائض الكالسيوم من هالأمور هاي كلياتها. ما سألنا أسئلة؟ ما سألنا لأنه الوقت ما ما سكتتي دكتورة، بس ما سكتتي معلومات قيمة طبعاً الوقت. وشغلات حلوة كتير ومعلومات فيها فائدة للجميع بعمر باكر أو بعمر متقدم. كل الشكر لوجودك، يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا كثير لك دكتورة، يعطيك ألف عافية.